الصف العاشر الأساسي واو الوحدة السادسة هكذا لقي الله عمر صفحة 80. لمحات مضيئة في حياة عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز جاء في عصر ساد فيه الظلم، رفض الخلافة ولكن المسلمين أجبروه على تولي الخلافة. عندما أصبح خليفة ترك القصر وعاش في بيت من طين بين الرعية. خير زوجته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، إما أن تختاري حياة القصور والخلفاء، وإما أن ترضي أن تسكني معي. رد عمر بن عبد العزيز الحقوق والمضارب إلى أهلها، بدأ بأبناء عمومته، ردها إلى بيت مال المسلمين. طلب من زوجته أن ترجع جميع الذهب والفضة إلى بيت مال المسلمين. عصر جديد لأمة الإسلام، ساد العدل والرخاء والعيش الرغيد، بلاد المسلمين. كان يرمي البذور على رؤوس الجبال حتى تأكل الطيور. لم يعد هناك فقراء في المجتمع، وكانت الصدقات توضع على أبواب المساجد فلم يأخذها أحد لأن الجميع أغنياء. هذا هو عمر بن عبد العزيز، ثامن الخلفاء الأمويين، خامس الخلفاء الراشدين الأربع، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. التعريف بالكاتب: علي بن أحمد بن محمد بكثير الكندي، ولد عام 1910 لأبوين يمنيين من حضرموت. تلقى تعليمه في مدرسة النهضة العلمية، ودرس علوم العربية والشريعة على يد شيوخ أجلاء، ثم انتقل إلى مصر وفيها تخرج من جامعة فؤاد الأول، جامعة القاهرة حاليا، وحصل على شهادة الليسانس في الآداب قسم اللغة الإنجليزية. اشتغل بالتدريس، ثم انتقل إلى العمل في وزارة الثقافة والإرشاد القومي لمصلحة الفنون، وظل يعمل في وزارة الثقافة حتى وفاته عام 1969. أعمال الأديب وأعمال الكاتب: تنوع نتاج بكثير الأدبي بين الرواية والمسرحية الشعرية والنثرية، ومن أعماله الروائية وإسلاما والثائر الأحمر، وله كثير من المسرحيات التاريخية، منها المجموعة المسرحية هكذا لقي الله عمر والمقصود عمر بن عبد العزيز، وهي مجموعة مكونة من 7 مسرحيات، منها البيت العتيق وجار أبي حنيفة. ومسرحية هكذا لقي الله عمر يسرد فيها بكثير اللحظات الأخيرة لعمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي الثامن، ويبين كيف عفى عن خادمه غصين الذي دس له السم في الحساء وقبض الثمن، فأظهر الكاتب من خلالها الجانب الأخلاقي المتسامح لهذا الخليفة الذي لا نجده إلا في صفوة الصحابة والصالحين. بعد هذا التمهيد والتقديم لهذه المسرحية، أرجو منكم أيها الطلاب الأعزاء فتح الكتاب المدرسي هكذا لقي الله عمر صفحة 81، وأن نستمع إلى المسرحية المسموعة كما وردت الفيديو، وهي نفس نصف الكتاب المدرسي. أرجو متابعة القراءة بتمعن وتأنن، وأرجو الاستماع للفيديو أكثر من مرة، وشكرا. العهد الأموي وهي متعلقة بعمر بن عبد العزيز.
حيث تتحدث كيف عفى عمر عن خادمه الذي دس له السم في الحساء. وللتعرف إلى أحداثها فلنستمع لها حتى النهاية. عمر بن عبد العزيز على فراش مرضه، وهو يجود بنفسه، وعنده زوجه فاطمة وأخوها مسلمة بن عبد الملك. يستفسر مسلمة من عمر إن كان يتذكر من أسقاه الحساء في ذلك اليوم، فيجيبه عمر: أذكر إلا أنني شربته فكأنما أشرب الرصاص الذائب. فتقول فاطمة بأن لا أحد يسقي أمير المؤمنين غيرها وغير غصين خادمه. حاشاك يا فاطمة وحاشاه، إنه لا يحبني وأحبه. يقول مسلمة: ربما دفعه أحد إلى هذا. لا تقل يا مسلمة ما ليس لك به علم. يتعجب مسلمة من هجوم الغلام في ذاك اليوم. فتقول فاطمة: أجل، لم يعد غصين كما كان عليه من قبل. سبحان الله، إنه لا يأسى لمرض مولاه. بحياتي عليكما لا يرين منكما أنكما تتهمانه. فينكر مسلمة رؤيته لذلك. عسى أن يكون قد أحس بما يجول في قلوبكم، فركبه من جراء ذلك خوف علي به يا فاطمة، لعلي أزيل ما بقلبه. تعود فاطمة وتقول: هو ذا غصين يا أمير المؤمنين. ادخل يا غصين، هل لكما أن تتركاني وحدي مع غصين؟ يطيع مسلمة الأمر ويخرج هو وفاطمة. يقول عمر: لا تخف يا غصين، هلم ابن مني، أولا تسأل عن حالي؟ يقول غصين في أسى ظاهر: كيف حالك يا أمير المؤمنين؟ فيجيبه عمر: الحمد لله، أجدني اليوم أقرب إلى الآخرة مني إلى الدنيا. ينفر غصين الدمع من عينيه قائلا: بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين. ويحك، ماذا يبكيك يا غصين؟ وددت لو أن الذي بك كان بي. إن لكل منا أجلا لا يعدوه، وأني لقادم على رب كريم، فجدير بمن يحبني ألا يشفق علي، ألا يشفق علي من خير. أولا تحبني يا غصين؟ بلى والله يا أمير المؤمنين. فهل لك أن تحلني من كل إساءة ربما أسأتها إليك دون أن أعلم؟ ينشج غصين باكيا: حناليك يا أمير المؤمنين، أنا المسيء إليك وأنت المحسن المتفضل. تبا لي، تبا لي أبد الدهر، أنا أستحق القتل، أمرهم بقتلي فإني أستحق القتل يا أمير المؤمنين. اخفض صوتك، اخفضه من أجلي. يقول غصين بصوت خافض: اغفر لي يا أمير المؤمنين، اغفر لي، الله وحده ولي المغفرة، ولكني مسامح ومحللك من حقي إذا أنت صدقتني الحديث. أي والله يا أمير المؤمنين، لا أصدقنك القول ولا أخفي عنك شيئا. اخفض صوتك. يخفض غصين صوته: أنا الشقي الأبعد، قد دسست لك السم في الحساء. قد علمت يا غصين يوم أسقيته لي. علمت ذلك ولم تكلمني إلا اليوم؟ ما كنت لأكلمك لولا محبتي لك وإشفاقي عليك من عذاب يوم القيامة. وما ينجيني من ذلك يا أمير المؤمنين، وقد استوجبته بما فعلت. رجوت يا غصين أن تندم وتستغفر، عسى أن يتوب الله عليك. ولهذا كلمتني؟ نعم، خبرني ما حملك على ما فعلت. الطمع يا أمير المؤمنين. أعطيت شيئا على ذلك؟ نعم، لأخبرنك بالذي أعطاني. كلا لا تفعل، ولكن خبرني كم أعطاك. 1000 دينار يا أمير المؤمنين. قبضتها؟ لا يا أمير المؤمنين، حتى أموت. أجل، وشقوتاه. ويحك، إن مت فلن يعطوها لك، وعسى أن يقتلوك لكي لا تفشي سره. فهل لك يا غصين في خير من ذلك؟ عسى أن تنجو من عذاب الدنيا وسوء عذاب الآخرة. كيف يا أمير المؤمنين؟ أرشدني. تمضي الساعة إلى صاحبك فتقبضها منه، ثم تعود بها حالا إلي. ما إخاله يرضى يا أمير المؤمنين؟ قل له إنك ستخبرني باسمه إن لم يفعل، فإنه سيخاف ويرضيك. انطلق الساعة. سمعا يا أمير المؤمنين،
يا أكرم الناس. يهم غصين بالخروج، يقول عمر: ويدك يا غصين، امسح هذا الدمع من عينيك، وإياك أن تخبر أحدا، فهذا سر بيني وبينك. مثلما عمر إن كان قد بعث الغلام في مهمة. نعم، ذكرت وديعة عند صاحب لي فبعثته في طلبها منه. فتقول فاطمة بتعجب: وديعة؟ لأمي يا فاطمة، قد آن لي أن أفضي إليك بشيء طالما جال في صدري. فتقول فاطمة: نفسي فداؤك يا أمير المؤمنين. أتذكرين حليك وجواهرك التي أودعناها في بيت المال؟ فتقول فاطمة: قد طابت نفسي عنها يا أمير المؤمنين، فما بالها؟ إنها لم تزل بحالها، وعليها اسمك، لم يستهلكها بيت المال بعد، وإني لا أعلم أن الذي يأتي بعدي لن يصرفها في حقها، فإن تك نفسك فيها فأنت بها أولى. يقول مسلمة بأن فاطمة لها الحق بها وأنها أولى بها. فتقول فاطمة: إذا أذنت يا أمير المؤمنين فإني سآخذها وأتصدق بها على الأيام واليتامى. أحسنت يا فاطمة، أما والله ليعزيني عن باطل الدنيا أن من أهلي وولدي من أرجو أن يشفع لي يوم القيامة بصلاحه وتقواه. فتقول فاطمة: بل أنت شفيعنا جميعا يا أبا عبد الملك. كلا يا فاطمة، لأنت في زهدك فيما تهفو إليه قلوب النساء من الزنة والمتاع أتقى لله مني. يقرع غصين الباب مستأذنا، ويقول مسلمة لأمير المؤمنين بأن الطارق هو غصين. ادخل يا غصين، هل أتيت بالوديعة؟ نعم يا أمير المؤمنين. أشتهي أن أخلو به مرة أخرى، هل لكما أن تتركاني وحدي مع غصين؟ يطيع مسلمة وفاطمة الأمر ويخرجان. فيقول عمر: هلم ادن مني واخفض صوتك، هذه الألف دينار. نعم يا أمير المؤمنين. وددت يا غصين لو أدعو هذه الدنانير لك، لولا خشيتي أن تلتهب عليك نارا يوم القيامة، فهل لك في خير من ذلك أن أعيدها إلى بيت مال المسلمين؟ افعل ما ترى يا أمير المؤمنين، إني والله ما أريدها، وما في الدنيا أبغض إلى نفسي منها. بوركت يا غصين، ما أرى إلا أن الله شاء أن يتوب عليك، امضي الآن فأنت حر لوجه الله. يبكي غصين: أتعتقني يا أمير المؤمنين؟ نعم، اذهب حيث شئت، حيث لا يعرفك أحد. ألا أبقى يا أمير المؤمنين في جوارك وخدمتك؟ ويحك ويحك يا غصين، ماذا تخدم من رجل محتضر؟ إن أمسى فلن يصبح، وإن أصبح فلن يمسي. بل يبقيك الله يا أمير المؤمنين. انطلق وإليك، ولا تقم بين هؤلاء فيقتلوك. يدخل مسلمة ويقول لأمير المؤمنين أن هذا الغلام لا يجب أن ينجو من العقوبة على ما اجترمه. يقول عمر غاضبا: ويلك يا ابن عبد الملك، هو قد تسمعت إلى حديثنا؟ يقسم مسلمة أنه لم يتسمع إلى حديثهم، ولكن طرق لسمعه صوت عمر والغلام. فتتدخل فاطمة وتقول: أجل يا أمير المؤمنين، لقد صدق مسلم. هل تكتما إذا ما سمعتما؟ فإني قد سامحته وعفوت عنه. رد عنه يا مسلمة، فقد عتقته لوجه الله. يقول مسلمة أن جزاء العبد الغادر أن يأخذ جريره، ليس أن يعتق في سبيل الله. فيقول عمر متوسلا: أنشدك الله يا ابن عمي ألا تعصي أمري في آخر يوم لي في هذه الدنيا، كلمي أخوك يا فاطمة. تقول فاطمة: أطع أمير المؤمنين يا مسلمة، فإنه لا ينظر بنور الله. يرسل مسلمة الغلام. فتقول فاطمة: حول وجهك عنا يا غصين، اذهب، لا بارك الله فيك. بل غفر الله له وبارك فيه. امضي يا غصين،
أستغفر الله لي ولك. ينسج غصين هنيهة ثم يخرج، فيئن عمر متوجعا رأسا ورأسا، ثم يتهاوى على فراشه مغشيا عليه. فتتعجب فاطمة وتقول قد أغشي عليه يا مسلمة. يرفع مسلمة من معنويات فاطمة بأن تصبر، فهي مجرد غشية ويفيق. يفتح عمر عينيه كالمذعور، ويهم أن يهب فلا يستطيع، فينادي مسلمة مسلمة. يلبي مسلمة نداء عمر قائلا لبيك يا أمير المؤمنين، فيقول عمر أين السرة التي جاء بها غصين؟ يعطي مسلمة السرة لأمير المؤمنين، فيقول عمر إنها ليست لي يا مسلمة، إنها لبيت المال، أوصيك أن تحملها إلى بيت المال. يفعل مسلمة ما يأمره أمير المؤمنين، فيقول له عمر جزاك الله عني خيرا يا ابن عمي، وأنت يا فاطمة؟ تقول فاطمة متجلدة نعم يا أمير المؤمنين، فيسألها عمر هل لك أن تحليني من كل حق لك علي؟ تبكي فاطمة وتقول قد فعلت يا أمير المؤمنين. جزاك الله عني خيرا من زوج صالح، أستودعك الله يا فاطمة. يشخص ببصره إلى الأعلى قائلا اللهم ارضني بقضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب لما أجلت تأخيرا ولا لما أخرت تعجيلا. يتهلل وجهه بالبشر فجأة فيقول مرحبا بكرام طيبين. فتقول فاطمة بمن يا أمير المؤمنين؟ فيجيبها هذه الوجوه التي ليست بوجوه إنس ولا جان. فتقول فاطمة نفسي فداؤك يا أمير المؤمنين. فيقول عمر كأنه لم يعي شيئا مما حوله، ثم يتلو آية قرآنية تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يردد مسلمة وفاطمة الشهادتين في رقة وخشوع، فيصحو عمر صحوة ويقول غصين أين غصين؟ يقول مسلمة متجلدا أنه مضى في سبيل الله، فيقول عمر بصوت ضعيف الحمد لله. يردد عمر صوت أنفاسه الأخيرة قائلا اللهم اغفر لعبدك غصين، واغفر لعبدك عمر، واغفر لجميع المسلمين وارحمهم يا الله. ثم يسلم روحه. أرجو منكم الاستماع أكثر من مرة، وبعد ذلك أطلب منكم أن تقوموا بقراءة النص من الكتاب المقرر وبصوت عال. أرجو أن تقوموا في الدرس القادم بتلخيص هذه المسرحية بطريقتكم، كل بطريقته كما فهمتها، وذلك قبل الشرح. وشكرا لكم.